مشتقات، حتى كان داخل ايديولوجيا، حتى حزب المؤتمر اللي يدعي انه علماني ولست ادري الى اخره من الكلام هذايا، هو الان تشوف هو في احضان حركه النهضه. فبالتالي هالمنظومه هذه كلها انا التي اتعرض لها وقت يقول ما معناها المعطى ليس واضح. ايديولوجي ليس ليس معطى ايديولوجي. نرجع لرئيس الحكومه القادم، هل لجبهه الانقاذ اسماء اذا لم يتم التوافق، يعني تم رفض كل من السيد محمد الناصر والسيد احمد المسيري، هل لديكم اسماء جديده ستدخلون بها يعني المفاوضات؟ احنا عندنا جمله من الاسماء ونحن بصدد تقديمها للرباعي راعي الهواء، لانه احنا قررنا انه ما عادش فما نقاش اخر كما ناقشنا المره الاخرى. اذا باش نرجعوا للحوار الوطني هو بزوج شروط، تم مسبقا التوافق على الشخصيه وعلى الحكومه ومهامها ووظائفها، يبدا بعض الوزارات كيفاش نجمعوا الوزارات، نمشيوا في مسائل مضمونيه معناها نتاع مضمون. اما هذه باش نقعدوا نحكيوا نهارين وثلاثه من 9 نتاع الصباح الماضي ساعه.